بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة علوم حاسب هنقابلكم النهاردة في المحاضرة رقم 5 أونلاين من مادة الـ Software Engineering. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الـ Tasks of Software Development، وتاني تاسك اللي احنا كنا بدأنا فيها المحاضرة اللي فاتت اللي هي Requirements هنبدأ نكملها النهاردة إن شاء الله، ونفتكر كده مع بعض تاني الـ Tasks of Software Development. قلنا في مجموعه من الـ Tasks اللي هي الـ Visibility Study، الـ Requirement، لغايه الـ Project Management. في مجموعه من الـ Tasks اللي لازم ان احنا نكون عارفينها. اتكلمنا على الـ Visibility Study، واتكلمنا المحاضره اللي فاتت وخدنا جزء من الـ Requirement، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الـ Requirement. المره اللي فاتت خدنا في 4 ايتم كده مهمين جدا خدناهم المره اللي فاتت في الـ requirement، اللي هي الـ qualities of a specification، اللي هو ايه هي الاساسيات عشان اقول ان الـ specification بتاعتي دي فعلا is a good specification. فكان في مجموعه من المترك كده او مجموعه من المعايير اللي بتوضح لي الموضوع ده، وخدنا ازاي ان احنا to elect الـ requirement، ازاي ان انا استنبط المتطلبات اللي انا عايزها في المشروع بتاعي او في السوفت وير بتاعي، عن طريق قلنا 3 خطوات اساسيه اللي هي السينك، الليسننج، والسينكينج، والرايتنج. عرفنا برضو ان الرول اوف ذا اناليست، ان احنا اتفقنا ان احنا طبعا اللي هيحلل، احنا طبعا عشان نعمل من ضمن الخطوات بتاعه الليكت ريكويرمنتس اللي هي السينكينج، والسينكينج فيها ان انا اعمل ريكويرمنت اناليسيس، ازاي ان انا اعمل تحليل للريكويرمنت. فبالتالي بيكون في دور اساسي للمحلل اللي هيعمل الاناليسيس ده، وعرفنا ايه دوره وازاي ان هو بيبقى بيحاول يوفق ما بين الكاستمرز وبعضهم، او يعني يراعي كل وجهات النظر، وازاي ان هو في الاخر بيوصل لاجريمنت اقدر بيها فعلا تكون موثقة، واقدر ان انا يكون فيها كل المتطلبات بتاعتي. رابع حاجة خدناها برضو اللي هي writing the requirement specification، ازاي ان انا اعمل writing عن طريق، في قلنا 3 انواع من الكتابة، يا اما formal او informal او semi formal. فبالتالي احنا خدنا background وعرفنا اساسيات requirement، وقفنا المرة اللي فاتت عند الـ structure of a specification، وقلنا ان انا لازم يكون ليا كده قائمة مرجعية للـ structure of a specification، اللي هي اول حاجة الـ functional requirement، والـ data requirement، والـ performance requirement، والـ constraints، والـ guidelines. كل دول كده دول اساسيات الـ structure بتاع الـ specification، ازاي ابني specification. وقلنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم على كل جزء على حدة. اول حاجة هنبدأ نتكلم عن الـ functional requirement اللي هي المتطلبات الوظيفية. المتطلبات الوظيفية مقصود بها هي اولا هي the real essence of a requirement specification، يعني هي تعتبر الجوهر الرئيسي او الجوهر الاساسي للمواصفات بتاعة الـ requirement. طيب هي بيكون فيها ايه؟ زي state what the system should do، هي بتوضح لي هو السيستم بيعمل ايه. احنا بنقول اسمها functional requirement، يعني بتوضح لي وظيفة السيستم بتاعي. فبالتالي يبقى دي اول حاجة لازم تكون في specification بتاعتي او في structure بتاع specification، اللي هي functional requirement او المتطلبات الوظيفية اللي بتوضح لي ايه، زي state what the system should do، هي بتوضح لي ايه السيستم بالظبط هيعمل ايه، وهي تعتبر الجوهر الرئيسي للـ requirement specification. طيب for example لو قلنا يعني ايه مثلا، يعني زي ايه؟ طب لو خدنا كده example معين، لو اتكلمت على system بيعمل display للـ title of all books، لو انا عايزه مثلا اعمل سيستم، السيستم ده بيديني ايه؟ بيعرض لي التايتل بتاعه مجموعه من البوكس. طيب ايه هو الاساس بتاعي؟ انا هعرض التايتل بناء على ايه؟ فانا لو عندي فور اكزامبل، لو قلت انا عندي سيستم ويل ديسبلاي ذا تايتل اوف اول بوكس ريتن باي ذا سبيسيفايد اوثر، يعني اذا هو الاكشن الاساسي اللي هيعمله او الوظيفه الاساسيه اللي هيعملها السيستم بتاعي ده
ان هو يعمل لي عرض لكل التايتلز بتاعت البوكس، بس ايه، مش عشوائي كده، لا، بتاعت سبيسيفايد اوثر، بتاعت مؤلف معين. يبقى انا اختار المؤلف وبناء عليه يظهر لي كل التايتلز بتاعت البوكس الخاصه بيه. فبالتالي انا كده بعمل ايه، بستيت وات ذا سيستم شود دو. انا بقول له بالظبط السيستم هيعمل ايه. يعني انا مش مثلا هعمل ديسبلاي للتايتلز عامه كل البوكس مثلا الموجوده عندي في السيستم، لا، انا هعمل لها ديسبلاينج على حسب الايه، المؤلف اللي انا هختاره عندي. يبقى ده كده كيس، او ده كده اكزامبل لايه، لفانكشنال ريكويرمنت، لان هي ايه، هي دي متطلب ايه، وظيفي. طيب نوع حاجه تانية هقول لك مثلا ان فور اكزامبل برضو ده كله ده اكزامبل لايه، لفانكشنال ريكويرمنت، يعني متطلب ويدل على ايه، ان السيستم هيعمل ايه، او وظيفه السيستم بالظبط. تاني حاجه عندك the system will continuously display the temperature of all machines. يعني اذا السيستم continuous كده هيعرض ال temperature of all machine. ايه ده بقى، ده الستيتمنت دي بتعبر لي عن فانكشنال ريكويرمنت، لانها بتوضح لي السيستم بالظبط هيعمل ايه. هيعمل ايه، هيعرض التمبريتشر بتاعت مين، كل الماشين اللي موجوده في السيستم. يبقى مش هيعرض مثلا التمبريتشر بتاعت اللحظه اللي انا فيها، او هيعمل التمبريتشر بتاعت اي حاجه، لا، هي بتعرض التمبريتشر بتاعت اول ذا ماشين. السيستم عندي مكون من مجموعه من الماشين، فانا عندي الفانكشنال ريكويرمنتس بتاعتي، المواصفات او المتطلبات الوظيفيه، ان هو يعمل ايه، ان هو يعرض لي كل التمبريتشر، يعرض لي التمبريتشر بتاعت كل الماشينز الموجوده عندي في السيستم. فبالتالي التو اكزامبلز دول بيوضحوا لي ايه، بيوضحوا لي معنى كلمه فانكشنال ريكويرمنت، لان انا عندي السبيسيفيكيشن قلنا بتبنى على مجموعه من الاشياء. يعني اذا كاني بالظبط اللي انا هكتبه في السبيسيفيكيشن ايه، اول حاجه فانكشنال ريكويرمنت، يعني متطلبات وظيفيه، اللي هي فور اكزامبل حاجه زي كده، ان انا مثلا اقول له ان السيستم بتاعي هيعرض التايتلز على حسب الايه، المؤلف بتاعي هيعرض التمبريتشر لكل الماشين الموجوده في السيستم. ده اذا توضيح لان السيستم هيعمل ايه بالظبط، وات ذا سيستم شود دو. فبالتالي لو جينا نتكلم برضو، يبقى اذا الفانكشنال ريكويرمنت ار كاركترايزد باي فيربس ذات بيرفورم اكشن. يعني اذا هي، عشان اوضح بقى كلمه فانكشنال ريكويرمنت، هي بتتسم بايه، او ايه الخصائص بتاعتها، الكاركترايز، يعني ايه الخاصيه الاساسيه بتاعتها، ان هي بتوضح الافعال اللي هتؤدى بواسطه الايه، الاجراءات او الوظائف المختلفه. يبقى اذا هي كاركترايزد باي الفيرب ذات بيرفورم اكشن، يبقى بتوضح الافعال اللي بتؤدي الاجراءات دي، هي دي اللي بتوضح لي الفانكشنال ريكويرمنت. يبقى دايما فانكشنال ريكويرمنت مرتبط بيها ايه، الفيربز ذات بيرفورم اكشن، الافعال اللي اللي بتنفذ الاكشن بتاعك المطلوب ايا كان في السيستم. فبالتالي انا لما اجي لك في الامتحان واكتب لك اي اكزامبل مثلا زي ده، تبقى عارف ان ده اكزامبل لايه، الفانكشنال ريكويرمنت ولا داتا. احنا عندنا كام ريكويرمنت اتفقنا عليها، في حاجه اسمها فانكشنال وداتا ريكويرمنت وبرفورمانس ريكويرمنت. فلما اجيب لك اكزامبل زي ده، هقول لك الاكزامبل ده ريليتد لانه نوع من انواع الريكويرمنت، تبقى فاهم على طول. مش ده بيوضح الفيرب، بيوضح الفعل اللي بيعمله السيستم، او ايه الفعل اللي هو فعلا هيعمله او هينفذه، بيوضح الفعل. فبالتالي اول ما اقول ان هو هيوضح الفعل، يبقى اذا انا بعبر عن مين، عن functional requirement. يبقى اذا الامثله لازم اكون فاهم المثال بيعبر لي عن ايه، لان ده ممكن يجي لك في صوره الام سي كيو في الامتحان. ده اول ايتم عندنا اللي هو functional requirement. تعالوا نشوف الريكويرمنت التاني اللي هو الداتا ريكويرمنت، اللي هي متطلبات البيانات. اي سيستم في الدنيا لازم هيكون محتاج بيانات، وقلنا الداتا دي هي اساس اي بناء اي سيستم ايا كان هو ايه. الداتا ريكويرمنت هاف 3 كومبوننت. هنلاقي ان انا لو بتكلم على الداتا ريكويرمنت، هنلاقي ان في 3 كومبوننت لازم استعرضهم في السبيسيفيكيشن بتاعتي. اول حاجه اليوزرز داتا،
اليوزرز داتا. اليوزرز داتا اللي هي ذات از انبوت تو اور اوت بوت فروم ذا سيستم فيا سكرين او كيبورد اور ماوس. يعني اذا الداتا اللي اليوزر ممكن يتعامل معاها. اليوزر بيتعامل مع ايه؟ مع انبوت او اوتبوت، يا اما بيدخل داتا على السيستم يا اما بيتعرض له داتا على السكرين. فبالتالي معنى كلمه اليوزرز داتا معناها كل ما يخص اليوزر. اليوزر ممكن يتعامل ايه، انبوت بس ولا انبوت اوتبوت؟ لا، الانبوت اوتبوت اكيد هو بيدخل بيانات وكمان هيتعرض له على السكرين بيانات. فبالتالي اليوزرز داتا ذات از انبوت تو اور اوتبوت فروم ذا سيستم في عن طريق الايه، السكرين والكيبورد والماوس. تاني نوع من انواع الداتا اللي هي الداتا ذات ستورد ويزن ذا سيستم. لازم ابقى اعمل برضو في السبيسيفيكيشن بتاعي اوضح الداتا الستورد ويزن ذا سيستم اللي هو ده. يعني ايه اللي هي ايه الداتا بقى الستورد ويزن ذا سيستم؟ اللي هي الفايلز اون ذا ديسك فور اكزامبل، مثلا الانفورميشن اباوت ذا بوك held in the public library. يعني اذا انا لما اجي اتكلم على، انا عايز اوضح كل الداتا مثلا عن او بتكلم على files on disk، يبقى اذا دي ايه؟ دي الداتا اللي stored within the system. غير الداتا، غير اليوزرز داتا. اليوزرز داتا قلنا بيتعامل مع input او output، لكن في نوع تاني من الداتا اللي هي الداتا stored within the system اللي هي بتكون الفايلز اون ديسك، زي مثلا الانفورميشن اللي متخزنه على بوكس، مع البوكس اللي موجوده في مكتبه، كل بقى الانفورميشن، كل الانفورميشن اللي موجوده في البوك. ثالث نوع من انواع الريكويرمنت الانفورميشن بيست تو اور فروم انذر كمبيوتر سيستم اللي هو فور اكزامبل تو ا سيرفر. يعني اذا تالت نوع من الانفورميشن او من الداتا اللي هي الداتا اللي بتكون ممكن ان انا يحصل ترانسميشن او ريسيفنج، يعني من كمبيوتر لكمبيوتر. داتا بتتبعت من الى، من كمبيوتر لكمبيوتر، وعاده بتكون مثلا ببعتها للسيرفر الرئيسي بتاعي. فبالتالي ده تاني نوع من انواع الداتا اللي لازم اكون مستعرضها في السبيسيفيكيشن بتاعي. اعرف اليوزرز داتا ان الداتا ان اليوزرز داتا ايه، الانبوت او اوتبوت اللي هي عن طريق السكرين او الكيبورد، الداتا الستورد ويزن سيستم، الانفورميشن باست تو اور فروم انذر كمبيوتر سيستم. يبقى ده الداتا ريكويرمنت، لازم تعرف الفرق ما بينها وما بين الفانكشنال ريكويرمنت. طيب ده تاني نوع من انواع الريكويرمنت سبيسيفيكيشن. ثالث نوع البرفورمانس ريكويرمنت، performance requirement. يعني قلنا المتطلبات الاداء لازم برضو اكون موضحه في السبيسيفيكيشن بتاعتي، المواصفات بتاعتي. زي these are measure of performance، يعني هي قياس كده للبرفورمانس عن طريق اما quantitative او some of which can be used as part of testing. يعني انا ممكن اقول ان بيكون في عندي مجموعه من المعايير بتعمل ايه، بتقيس البرفورمانس، بتقيس measure of performance. يبقى performance requirement المقصود بايه، measure of performance، عن طريق اما عن طريق يعني حاجات كمية او عن طريق الايه التستنج، يا يعني اما حاجات بقيسها كميات يا اما بعمل تيست على البرفورمانس بتاعي. طيب ايه الاكزامبلز اللي عليها؟ لما اجي اقولك اتكلم لك على اي نوع من الانواع اللي هنستعرضها دي، ابقى عارف على طول ان دي انه نوع من الريكويرمنت، هي performance requirement، يعني مقاييس للاداء. طيب زي ايه؟ زي الكوست، ده يعتبر من performance requirement. تاني عندنا حاجة الدليفري ديت، الدليفري اللي هو وقت الوصول، يعني وقت وصول الداتا. لازم اكون اعرف برضو الايه، اقيس المتريك ده. يبقى في ايه، احنا اتفقنا البرفورمانس ريكويرمنت عباره عن ميجر اوف بيرفورمانس، بقيس اداء، بقيس اداء ايه، زي ايه مثلا، زي الكوست بقيسها او بحسبها، الدليفري ديت بحسبه، الريسبونس تايم ثالث حاجه. يعني ايه الريسبونس تايم؟ اللي هو ذا سيستم will respond to user request within 1 second. يعني المفروض ان انا عندي ابقى عارف ال response بتاع ال time اللي هو respond to user request. يعني اليوزر بيعمل request، المفروض ال response هيكون قد ايه؟ within 1 second. المفروض يعني المفروض ان هو يكون مثلا في حدود second، ولا هيكون في حدود قد ايه بالظبط. رابع حاجة ال data volume اللي هو the system must be able to store information on
10,000 يعني عميل، المفروض ان انا يكون في عندي فوليوم يعني تكون كبيرة، تكون تستوعب على الاقل ايه 10,000 عميل. يبقى انا دلوقتي ده كلها ايه، دي كلها معايير المفروض انها تكون ايه، بتقيس الاداء بتاعك اللي هي البرفورمانس ريكويرمنت. يعني لما اجي اقول في السبيسيفيكيشن والله انا الكوست بتاعي كان كذا، الريسبونس تايم بتاعي كان وزن كذا سكند، الداتا فوليوم كذا، فبالتالي يبقى انا دي مجموعة من الايه الميجر اوف بيرفورمانس. بعد كده في اللودنج ليفل اللي هو كأني بقول مستويات التحميل، يعني اللي انا هتعامل معاها. يعني السيستم must be able to cope with 10 سوري 100 ترانزاكشن بير مينيت، يعني المفروض ان انا يكون في عندي ابقى عارف مستويات اللودنج قد ايه. فبيقول لك مثلا ممكن يكون 100 ترانزاكشن بير مينيت فور ذا بوينت اوف سيل تيرمينالز. يبقى انا دلوقتي ده فور اكزامبل كده، المفروض ان انا يكون اكون عارف اللودنج ليفل قد ايه، او اكون قسته، يكون قست المتريك ده او المعيار ده يعني اللي هو اللودنج ليفل، او اكون حاطه في اعتباري ميجر اوف بيرفورمانس. الجزء اللي بعد كده اللي هو reliability requirement، ان انا لازم اكون وانا بعمل specification اكون متأكد ان انا في مدي كده مصداقية، او بتحقق من ان انا requirement بتاعتي او السيستم بتاعي ده على الاقل خالص هيكون قدام، مثلا على الاقل خالص 6 شهور الايه، ان هو زي ما كاني بقول ضمان، مثلا 6 شهور يعني من غير ما يحصل له failure او من غير ما هو يقع السيستم بتاعي. فبالتالي عندي ال reliability requirement ان انا السيستم must have a mean time between failure of 6 months، تقريبا كده لازم يكون ان هو وقت ان هو يكون متأكد ان السيستم مش هيقع مني تقريبا 6 months. يبقى ده من ضمن ال requirement بتاعتي اللي هي reliability requirement. يبقى انت كده لازم الناس تبقى عارفة كل example على كل item، يعني ايه الاكزامبل اللي على response time ده. فبالتالي لما يجي لك من الامتحان مثلا الايتم ده، السيستم will respond to user request within 1 second، ده يكون تحت ايه، is it mined by response time ولا ال data volume ولا ال delivery date ولا ايه بالظبط، تبقى عارف ان ده response time. كل examples من الاكزامبلز دي لازم تكون معروفة هي تبع ايه بالظبط. الجزء اللي بعد كده اللي السكيورتي ريكويرمنت، لازم يكون طبعا في متطلبات امان موجوده عندك في السيستم. يبقى كل دي المتطلبات بتاعه البرفورمانس اللي انت عن طريق ميجر اوف بيرفورمانس، عن طريق ان انت بتقيس الاداء بتاع الحاجات دي كلها. يبقى ده تالت ايتم او تالت جزء من اجزاء الاستراكشر بتاعه السبيسيفيكيشن. اتفقنا ان احنا في الفانكشنال ريكويرمنت وفي الداتا ريكويرمنت والبرفورمانس ريكويرمنت اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي. الجزء اللي بعد كده اللي هو الكونسترينتس او القيود، ان بيكون في عندك لازم مجموعه من القيود، ودي بتوضحها في السبيسيفيكيشن بتاعتك. الكونسترينتس ديل ويز ساتش ايتم از، ايه الايتم اللي بيتعامل معاها؟ اول حاجه الكمبيوتر هاردوير ذات از to be used. ايه الهاردوير اللي انت هتستخدمه؟ لازم تبقى عارف كويس قوي دي من القيود اللي انت بتحطها عندك. انا لازم استخدم مثلا كمبيوتر لازم المواصفات بتاعته كذا وكذا وكذا. فبالتالي يبقى الكمبيوتر هاردوير ده constraints. الاماونت اوف ميموري available، ايه الميموري او الذاكرة اللي انت محتاجها، المفروض ان انا بيكون في برضو حد كده ادنى للميموري بتاعتك، لازم تكون ده قيود او شروط موجوده عندك في السبيسيفيكيشن بتاعتك. مش هقدر اشغل السوفت وير بتاعي او السيستم بتاعي غير على ما يكون في القيود دي متحققه. الاماونت اوف باكينج ستور افيلابل، اللي هو ان انت يكون في عندك برضو الستورنج، تمام، لازم يكون عندي ابقى عارف ان انا الستورنج بتاعي هتكون قد ايه، ان انا الباكينج ستور الاماونت بتاعها او الكميه بتاعتها قد ايه. البروجرامنج لانجويج تو بي يوزد، انا ايه البروجرامنج لانجويج اللي انا هستخدمها، دي برضو لازم تكون من ضمن الكونسترينتس اللي عندي. اللي بعد كده انتر اوبيرابيلتي كونسترينتس، اللي هي كاني بقول بالظبط التوافق، برضو التوافق مع ايه، مع السوفت وير واللاست فيرجن اوف ويندوز. لازم يكون السوفت وير ماست ران اندر ذا لاتست فيرجن اوف ويندوز.
لازم يكون ان هو بيعمل تحت اخر اصدار بقى ويندوز يعني، فلازم يكون في توافق ما بين السوفت وير بتاعك والفيرجن اللي موجود عندك. فبالتالي يبقى انا عندي مجموعه من الكونسترينتس، لازم تبقى عارف ان انا لما اجي اتكلم على الاماونت اوف ميموري افيلابل او البروجرامنج لانجويج او الاماونت اوف باكينج ستورد او الكمبيوتر هاردوير، اي جزء من الحاجات دي لازم اكون عارف ان انا كده بتكلم في الجزء الخاص بالكونسترينتس بتاعه البرفورمانس او بتاعه الريكويرمنت سبيسيفيكيشن. اخر حاجه عندي هي الجايد لاينز او الايه القواعد بقى الارشاديه، ان انت وانت كده لازم تكون في عندك ارشادات موجوده في السبيسيفيكيشن. الجايد لاين بروفايدز يوزفول دايركشن فور ذا امبلمنتيشن ان ا سيتويشن وير ذير ماي بي مور ذان وان امبلمنتيشن استراتيجي. انا ممكن يكون في الامبلمنتيشن في التطبيق في اكتر من استراتيجيه في التطبيق، يعني انا ممكن كل واحد ممكن يطبق بطريقه معينه، انا عندي السوفت وير اهو بس ممكن يكون التطبيق مختلف او في اكتر من طريقه في التطبيق. فبالتالي في بيكون في جايد لاينز او قواعد ارشاديه. طب عشان نفهم اكتر فور اكزامبل كده ناخد اكزامبل على الجايد لاينز زي ما خدنا اكزامبل على الفانكشنال ريكويرمنت وعن الداتا ريكويرمنت والبرفورمانس ريكويرمنت، ناخد برضو على الجايد لاينز ايه الاكزامبلز اللي عليها. لو جيت اقول لك مثلا الريسبونس تايم اوف ذا سيستم تو ماوس كليك شود بي مينيمايزد، فده يعتبر ايه؟ ده حاجه ارشاديه، ده قيد او ده قواعد ارشاديه بتكون موجوده عندك في السبيسيفيكيشن، ان بيقول لك ان المفروض ان الريسبونس تايم، احنا عارفين ان في حاجه اسمها ريسبونس تايم كنا لسه واخدينها من شويه كده، لو رحنا اهو الريسبونس تايم ده اللي موجود فين في الريكويرمنت الحاجات اللي انت بتقيسها. فقال لك بقى من ضمن الارشادات لازم ان انت تراعي كده ان الريسبونس تايم اوف ذا سيستم تو ماوس كليك شود بي مينيمايزد، لازم يكون قليل، لازم يكون يقل على قد ما تقدر. فانت ايا كان هتستخدم او هتشتغل بامبلمنتيشن يعني بايا كان الطريقه او الاستراتيجي اللي انت هتتعامل معاها، حط في اعتبارك الايه المتريك ده او حط في اعتبارك الشرط ده او الارشاد او دي حاجه ارشاديه بترشدك. بتكلم على الريسبونس تايم بتاع السيستم مثلا تو ماوس كليك شود بي مينيمايز. طيب ايه كمان؟ ممكن يقول لك مثلا the usage of main memory should be as small as possible، استخدام المين ميموري تمام لازم يكون قليل جدا. دي برضو من ضمن الارشادات وانت بتعمل السوفت وير وانت بتبني السبيسيفيكيشن بتاعتك. قال لك الارشاد لك ده كاني بقول كده شويه ارشادات كده، مثلا لما تيجي مثلا تستخدم اي حاجه ارشادات، فدي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي تعتبر او فور اكزامبلز يعني عباره عن جايد لاينز، بتبقى ايه بتوضح او بتديك دايركشن كان بتبتدي هي بروفايد يوزفول دايركشن فور ذا امبلمنتيشن. اول جمله كده موجوده عندك بتوضح لي كلمه جايد لاين انها بتديني اليوزفول دايركشن الدايركشن الصح فور ذا امبلمنتيشن. يبقى انا دلوقتي عندي الاكزامبلز دي، مهم جدا ان انت تعرف كل اكزامبل بيدل على ايه. احنا خدنا خمس حاجات، خمسه متطلبات من في الاستراكشر اوف سبيسيفيكيشن، لازم اكون عارف كل واحده مثال عليها عشان ان انا لو جات لي في الامتحان اي حاجه زي كده اقدر ان انا افرق ما بينهم. والخمس حاجات دول هم دول اللي بيبنوا البادي بتاع السبيسيفيكيشن، لازم الخمس حاجات دول يكونوا موجودين عشان ابني اصلا السبيسيفيكيشن بتاعتي اللي بيوضح فيها كل الريكويرمنت المطلوبه عندي. وبكده نكون احنا خلصنا بقى تاني ايتم من التاسك ديفلوبمنت اللي هي التاسك اوف سوفت وير ديفلوبمنت اللي هي الريكويرمنت. اتمنى ان انتم ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الجزء ده، واقابلكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.